مرحبا بكم في قناتي من جديد، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا القناة ونشكركم على ثقتكم فيا، وان شاء الله ديما تستفيدوا من الفيديوهات متاعي ومن افكار اللي نقدمهم لكم، وان شاء الله تستعينوا بكل معناها حاجة تكون منكم معناها تلحقكم منها فايدة ولو كانت حتى قليلة. اليوم بقدرة ربي باش نعملكم سمان، باش نعطيكم طريقة تفويح السمان. هذه نوع من ما نعرفش، انا قبل ما كنتش مغرومه به راهو، اما مره معناها واتتني شكون جاب لي كعبه سمان، دونك شفت معناها لوش كيفاش نفوحهم وفوحتهم بالطريقه اللي لقيتها معناها على اليوتيوب وعجبتني برشا، ما حبيتش حبيت نتقاسم معاكم الطريقه. اما كيما تعرفوا قبل ما نبدا في الوصفه وطريقه التفويح، حبيت نعطيكم فكره فيما يخص المعنى الجوتي متاع وسط الوقت ما بين الصباح وما بين وقت الفطور. احنا بالنسبة لنا النساء ولا معناها اي حد باش يمشي يخدم ولا باش يمشي يعمل اي حاجة معناها باش ينسى روحه مع العشرة لحداش يبدأ ديما ينسي روحه. دونك باش نعطيكم فكرة متاع جوتي، تجم انت في الدار مثلا تحرك في وسط الوقت تعمل باندومي بالطريقة تولي مش نقولكم عليها، ولا تتهزها معاك ولا تحضرها من الصباح وتهزها معاك للخدمة وتاكلها في وسط الوقت باش ما معناها ما تجوعش، ولا حتى للصغار مثلا يزوها كجوتي معاهم في للمدرسة ولا للليسي، معناها هي جوتي معناها تنفع للصغار والكبار. باش ناخذ كعبيه الباندومي نتاعي وندهنهم بالهريسه، شيره ندهنها بشويه هريسه النوع اللي تحبوا عليه، ونرمي كل كعبه فيها كعبه فروماج كار تريونجل. بعد ما دهنتهم الكل باش نعمل التون، نصب شويه زيت على الهريسه دوبيش، باش نزيد كعبة زيتون أخضر. عنا بعد ماكينة الماكينة متاع البانيني، أنا باش اليوم باش نسهل على روحي مش باش نمد الماكينة، دونك باش نعمل في فوق الغاز. توا كيما تعرفوا وقت البرقدان استغليت الفرصة وقصيت كعيبة برقدان وعملتهم كيس جو دورانج على خاطر نافع راهو في الصباح، ماذا بيه الواحد إذا كان تبدأ أنت في الدار تعمل كيس جو وتشربه نافع، وبصراحة معناتها ماذا بينا نستغلوا الوقت هذايا مادامو موجود، نستغلوا كل يوم واحد يعمل كيس جو دورانج ما يندمش. كويس جو دورانج مع طرف باندومي بنا على بنا. عندي اليوم كعبة سمان جاوني هدية، دونك باش نعمل باش نشويهم، حضرت اللفاح نتاعهم، شوية ثوم شوية بصل مقطع شوية ملح وكركم وفلفل أكحل وزعتر وكليل، وباش نزيد زيت الزيتونة باش نصب زيت الزيتونة، وباش نصب زيت الخل راهي في خل، باش نخلط الكل مع بعضه. كل الكعبة باش نخليها في وسط الخليط هذايا ونقعد نخلط ندخل فيها هكا البصل هذيك هكا، نقعد باش تشوح تاخذ اللفاح نتاعها بالباهي. ديجا السمان نتاعنا غسلته ونحيت له الديشي نتاعو اللي فيه الكل، وبعد هذيا قصيت الزوز جنوح نتاعو هذو من الجواد، قصيتهم من هنا هذو ما قصيتهم الزوز جنوح، وتو مش نفوح. باش يدخل فيه الثوم بالباهي والبصل والثوم عنا والخل
يدخل لفح الكل بالقداء او كديجا هكا. نظفتها بالبهي، نظفتهم بالبهي. بعد ما خليتهم، خليت فيهم اللفاح نتاعهم والبصل والثوم والكل، باش نخليهم لمده ساعه ولا حتى ساعتين في الفريجيدير، ياخذ باش ياخذوا هكا اللفاح نتاعهم، باش بعد كيف يطيبوا يقعدوا بناء. ومن بعد خذيت ساك بويسون، هذو ما ساكيت ساشيات اللي يتباعوا، يطيب فيهم الدجاج، يطيب فيهم اي نوع، يطيب فيهم اي نوع حوت، دجاج، لحم. دونك شعملت، شريت خليت الساشي هذايا وحطيت فيه السمن وباش نخليهم في الفور. بصراحه معناها خير من الشويان نتاع الغاز، يعني في الفور يبداو معناها هي الجو نتاعهم يطيبوا حتى بالفابور وبالجو نتاعهم يقعدوا في الفور لمده ساعه وربع على 100-200 درجه يطيبوا، وحتى معناتها ما نخرجوهم كما يحمروا بالباهي. وبالطبيعه الساشي نقصوها في الجنب باش معناها تخلي بعد ما نسكروها نخليو هيك لازم مع تجنب نقصوه باش معناها ما تتفلقش، معناها ما تتفلقش الساشي نتاع بالفور وبالسخانه. بعد ما طاب خرجته من الفور، اغزر كيفاش حمار محلاه، وقصيت الساشي وهزيت على طروف السمان يبداو ناضجين محلاه. نقولش عليهم مشويين على الفحم ولا مشويين حتى من الطياب، ريت قد ما طابوا وطابوا بالباهي معناتها حتى من في ساعة يتقصوا طرف دوبلة تهز وتحسوا باش يتقص. راهو جربوها، راهو طريقة هذية ناجحة، وجا سمان بنين بنين بنين. تعرف نكهة نكهة اللحمة متاعو فاوحة وخفيفة وأرطب حتى من الدجاج وأرطب من الاسكالوب وأرطب من معناها أرطب معناها بنينة. وهذا كان الفيديو متاعنا، إلى اللقاء مع فيديو جديد وفكرة جديدة. تنسيوش عاد في الجيم والكومنتير والاشتراك اللي مازال ما اشتركش باش تشجعوني.